نشرة الأخبار المحلية من قناة الظفرة وقدمها لكم، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات، ونص المرسوم على تعيين ممثلي حكومة الدولة في مجلس إدارة المؤسسة من السادة عيسى محمد السويدي رئيسا وعضوية كل من عبد الله سالم الظاهري ومحمد سلطان غنوم الهاملي وهشام عبد الله القاسم وعبد الفتاح منصور شرف وعيسى عبد الفتاح كاظم ومحمد هادي أحمد عبد الله الحسيني. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 25 من شهر مارس 2015 ولمدة 3 سنوات، وينشر في الجريدة الرسمية. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة في وفاة لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى فخامة رئيس سنغافورة. إلى ذلك أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة عن تعازيه إلى الرئيس السنغافوري في وفاة رئيس وزراء بلاده السابق. يذكر أن لي كوان يو الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 91 عاما نقل إلى المستشفى في 5 من شهر فبراير الماضي إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم باكستان. كما وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة فخامة الرئيس الباكستاني بذكرى يوم باكستان. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم جانبا من جلسة العصف الذهني لمؤسسة نور دبي التي نظمتها في نادي زعبي للسيدات بمشاركة 4 فرق من المؤسسة إلى جانب شباب متطوعين من الخريجين الجدد ومتحدثين عالميين من بعض الجامعات والبنوك ومؤسسة كارتر الأمريكية. واستمع سموه خلال تجوله بين المشاركين إلى جملة من الأفكار والمواضيع المطروحة للنقاش والتي تمحورت حول 4 محاور من بينها البرامج العالمية للمؤسسة التي تعنى بمكافحة العمى والبرامج الوطنية في هذا الشأن والإعلام والهوية المؤسسية إلى جانب محور التبرعات والاستثمار في المؤسسة. شارك سموه في جانب من الحوار مع عدد من المتحدثين حول أنجح السبل لبناء استراتيجية للمؤسسة لـ5 سنوات المقبلة، وأثنى سموه على جهود مؤسسة نور دبي والإنجازات الإنسانية التي حققتها منذ تأسيسها قبل 5 أعوام، والتي قامت خلالها بعلاج ووقاية 23 مليون مريض في مختلف قارات العالم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم جانبا من المسيرة السنوية لفرسان القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان والتي انطلقت من أمام برج خليفة في وسط دبي. تأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه دعما لأهداف المسيرة التوعوية التي حضرها اليوم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وتقدمت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة سلامة واسمو الشيخة شمة سفيرتا القافلة الوردية للعام الثاني على التوالي الفرسان المشاركين في المسيرة التي ضمت عددا من الرؤساء والمدراء التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن ترقية مدير عام دائرة التشريفات والضيافة إلى درجة رئيس دائرة. نص المرسوم رقم 44 لسنة 2015 على أن يرقى السيد محمد عبيد سالم الزعابي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة إلى درجة رئيس دائرة. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم في مكتب سموه في الجامعة الأمريكية جيمي كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. رحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، هذا وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك حول تطوير التعليم والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمنظومة الأكاديمية والبحث العلمي. هذا وتجول سموه ويرافقه جيمي كارتر في المبنى الرئيسي ومكتبة الجامعة الأمريكية. أبدى كارتر إعجابه بالمستوى الأكاديمي والعلمي الذي وصلت إليه الجامعة بدعم ومتابعة رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. أثنى صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على جهود دائرة ميناء وجمارك عجمان وإنجاز مشروع مجمع المستودعات وتطوير ساحة الحاوية بالميناء وحرصها على توفير الخدمات اللوجستية للمستثمرين، مشيدا سموه بدور القائمين على المشروع واهتمامهم بتنفيذه وفق المعايير الحديثة ومتطلبات عصر الاستثمار. وقال سموه إن تلك المشاريع تعتبر من أهم أولويات الاستثمار الحكومي وحرصها على موائمتها مع الخطط الاستراتيجية للدوائر المحلية الأخرى بالإمارة وبما يحقق المصلحة العامة في الإمارة. جاء ذلك خلال زيارة سموه لدائرة الميناء والجمارك عجمان اليوم والتي دشن خلالها مشروع مجمع المستودعات الجديدة. وأكد سموه أن إنجاز مشروع مجمع المستودعات بتفاصيله الحديثة يمثل تحديا كبيرا يضع ميناء عجمان بثبات في قلب المشهد الاقتصادي في المنطقة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه اليوم السيد إيمانويل كامارا يانيكيس قنصل عام جمهورية كندا في دبي، يرافقه أعضاء اللجنة المنظمة لسباق تيري فوكس والبروفيسور فرانك برانسيكي من جامعة الإمارات. وسلم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بحضور القنصل عائدات سباق تيري فوكس الذي استضافته إمارة رأس الخيمة خلال شهر مارس الجاري إلى وفد كلية الطب جامعة الإمارات، وذلك للمساهمة في دعم مشاريع أبحاث السرطان في الجامعة. وأكد سموه أن السباق يسهم في تعزيز روح التكافل بين مختلف الجهات من مؤسسات وأفراد وتشجيعهم أيضا على جمع الأموال اللازمة لأبحاث أمراض السرطان بمختلف أنواعها، موضحا أن هذه الأهداف التي وضعت لهذا السباق تحققت بفضل تضافر جهود كل أعضاء اللجنة المنظمة الذين بذلوا الجهد لتقديم صورة إيجابية للحدث. ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي. تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. يأتي هذا في دورته الحالية تأكيدا على مسار إنجاز السياسات المقترحة ومناقشة أهم التحديات والعمل بالتوصيات التي من شأنها أن تضمن إنجاز المشاريع في إمارة دبي. كما واستقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي صباح اليوم السيد شارلي شارف الرئيس التنفيذي لشركة فيزا والوفد المرافق له وذلك في المجلس التنفيذي لإمارة دبي. هذا ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بالرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق معربا عن سعادته بتلك الزيارة. وأشار سموه إلى الجهود البناءة والمبذولة لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة. كما وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات والإنجازات لشركة فيزا وخططها المستقبلية في إطلاق مركز فيزا للإبداع
يتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقرا له ويخدم المنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تماشيا مع استراتيجية دبي للابتكار. وتطرق الحديث أيضا إلى سعي شركة الحثيث في المساهمة ودعم استراتيجية دبي للتحول إلى مدينة دبي الذكية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بديوان عام الوزارة اليوم معالي عبد السلام هدلية عمر وزير خارجية الصومال، ورحب سموه بوزير الخارجية الصومالي والوفد المرافق له، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات والصومال والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية. وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في الصومال ومجالات التعاون والتنسيق الثنائي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بديوان عام الوزارة اليوم الدكتور العارف سيد حسن وزير العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، وبحث سموه مع وزير خارجية جزر القمر العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات بالمنطقة. وأشاد سموه خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، واستعرض سموه مع وزير الخارجية السبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في المجالات كافة. واستقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بديوان عام الوزارة اليوم معالي فاطمة فال بنت سوينع وزيرة خارجية جمهورية موريتانيا الإسلامية التي تزور البلاد حاليا. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ورحب سموه بوزيرة خارجية موريتانيا والوفد المرافق لها، واستعرض معها العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وموريتانيا والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على ترسيخ وتنمية هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وتبادل الجانبان وجهة النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء تطبيق الفعلي لنظام مخالفة المركبات المستخدمة للمسار الخاص لحافلة المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك اعتبارا من الأول من إبريل المقبل، حيث سيتم تحرير مخالفة بقيمة 600 درهم بحق المركبات غير الملتزمة بالنظام. الزميل أيمن مصبح سلط عدسات كاميرا قناة الظفرة على هذا الموضوع ليوافينا بالتقرير التالي. تطبيق فعلي وليس تكنولوجي بعنوان مسار، أعلنت عنه هيئة الطرق والمواصلات بدبي لنظام مخالفة المركبات المستخدمة للمسار الخاص لحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، وذلك اعتبارا من الأول من إبريل المقبل، حيث سيتم تطبيق النظام في المرحلة الأولى على المسار الخاص للحافلات ومركبات الأجرة في شارع نايف. طبعا تحقيقا لرؤية الهيئة في تنقل آمن وسهل للجميع، تم بناء نظام مسار الإلكتروني الذكي لرصد المركبات المخالفة والغير مخولة لاستخدام المسارات الخاصة لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة في شارع نايف. شارع المسار الخاص هذا تقريبا طوله 1.7 كيلو. كما أن الهيئة قامت بتركيب 7 كاميرات موزعة على طول المسار لمراقبة المركبات التي تخالف النظام، وسيتم تحرير المخالفات بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي. طبعا الكاميرات هذه عبارة عن 7 كاميرات ذكية، يعني فيها ميزة أن تشوف تقدر عن طريق لوحات المركبات هذه تميز المركبات، مركبات الأجرة من مركبات المواصلات العامة من المركبات الغير مخولة، وأيضا يعني حتى نتميز مركبات الطوارئ على سبيل المثال، مركبات الشرطة ومركبات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني اللي هي أساسا مسموح لها أن تستخدم المسار في حالات الطوارئ. كما لوحظ انخفاض في عدد السيارات التي استخدمت المسار المخصص للحافلات وسيارات الأجرة بنسبة 63% من خلال الفترة التجريبية للنظام. من بداية تشغيل النظام التجريبي إلى اليوم احنا تقريبا عدد المخالفين نزل
إلى ما يقارب من 65% تقريبا. وهذا إن دل فإنما يدل على تنامي الوعي بين أصحاب السيارات الخاصة بمختلف أنواعها، مما يدل كذلك على تفاعل الجمهور من مستخدمي الطريق مع جهود الهيئة الرامية إلى تقديم خدمات نقل جماعي تتسم بالسرعة والفعالية والأمان. نظام مسار هو النظام الجديد التي بدأت هيئة الطرق والمواصلات باتباعه وتنفيذه في إمارة دبي وخاصة في منطقة نايف، هذه المنطقة المكتظة بالسيارات، وذلك أيضا تشجيعا لاستخدام الحافلات وسيارات الأجرة. كان معكم في هذه التغطية أيمن مصبح، قناة الظفرة، إمارة دبي. اختتم مؤشر سوقي أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي في ختام تعاملات جلسة اليوم باللون الأخضر، نظرة سريعة لإغلاقات الأسواق المالية الإماراتية لهذا اليوم. ومن عالم الأسواق المالية إلى الملف الرياضي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر تعديل قيمة أشواط الرموز لسن الحقاقة إنتاج والحقاقة مفتوح في مهرجان المرموم الختامي للهجن الذي يقام تحت رعاية سموه في الميدان الذكي في الفترة بين 13 من أبريل المقبل. سيكون مجسم برج خليفة أبرز أشواط الرموز، وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان مواعيد تسجيل الهجن، حيث يبدأ التسجيل لهجن أصحاب السمو الأحد المقبل 29 الجاري، ويستمر اليوم التالي في مبادئ التسجيل لجميع الأعمار والأشواط لهجن أبناء القبائل، ويستمر يوميا حتى الخميس المقبل. أما الآن ننتقل بكم لأحوال الطقس ودرجات الحرارة لمدن الدولة لهذا اليوم. ومن أخبارنا المنوعة، حيث كرمت إدارة المرور والدوريات في إمارة أم القوين المواطن راشد محمد راشد 55 عاما من سكان الإمارة لحصوله على لقب السائق المثالي، وذلك نسبة إلى عدم ارتكابه المخالفات والحوادث المرورية. جدير بالذكر أنه حصل على رخصة القيادة الخفيفة ذات اللون الأصفر عام 1960، ثم الرخصة الثقيلة، ويقود سيارته إلى يومنا هذا. في محطات غسيل السيارات تهدر جائر للمياه الجوفية، من المسؤول؟ أترككم مع الزميل عبد الله لمعرفة مجريات هذا الموضوع في فقرة حوار المساء لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل القصير أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير.